ونبقى في قضاء سامراء، حيث نظمت كلية العلوم التطبيقية في جامعة سامراء بازارها الخيرية الذي يذهب ريعه إلى أطفال دار الأيتام بالقضاء، والذي يستمر لمدة يومين وبإدارة وحدة تمكين المرأة وبالتعاون مع قسم التحليلات المرضية بكلية العلوم التطبيقية. وشارك في البازار مجموعة من الصفحات الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي وحرفي الأعمال اليدوية. احنا بدورنا اليوم كطلاب في جامعة سامراء نشكر كلية العلوم التطبيقية وجامعة سامراء عامة على هذا البازار الجميل، طبعا وارداته وفكرته كلش جميلة الى دار الايتام. هذه فكرة جدا مميزة، واولا خروج الطلبة من كبد الدراسة والى اخره من الامور، تغيير جو للطلبة، حركة جميلة جدا في كلية العلوم التطبيقية جاهزة الان، البازارات يتنفعون الى اخره من الامور، فكرة ايجابية ونتأمل ان تكون اكثر. والله هو اليوم قام بازار في كلية العلوم التطبيقية وهو شيء جدا جميل وترفيهي بالنسبة للطلاب، ويعني شيء حلو بالجامعة، يعني يطلع من كبت الدراسة، وطبعا يعني هو دعم لدار الأيتام بنفس الوقت. احنا متجر أفروديت، متجر متخصص بالهدايا والرسم على الزجاج وصناعة الشموع العطرية والقوالب الحجر وكل ما يتخص التخرج والحفلات والمناسبات بصورة عامة. اليوم موجودين بجامعة سامراء قسم التحليلات المرضية بالبازار الخيري المقام للأيتام، وأرباح البازار راح تكون يعني للأيتام الموجودين بدار أيتام بسامرة. مثل ما عودتنا كلية العلوم التطبيقية وقسم التحليلات المرضية بإقامة هكذا مهرجانات خيرية وبازارات خيرية، تضمن البازار الخيري السنة بمشاركة عدة بيجات من سامراء وكذلك مكاتب ومعامل الإنتاج المحلي في سامراء، وكذلك بمشاركة أطباء من سامراء اختصاص. كانت الأسعار جدا رمزية وبسيطة. واردة المهرجان الخيري حتكون لأطفال سامراء، الأطفال الفقراء أيتام إن شاء الله. طبعا هذا المهرجان هو أيضا ليس فقط خيري، هو داعم للطاقات الشبابية. مثل ما لاحظنا أنه قلة التعيينات، قلة فرص العمل في العراق، لذلك أغلب الشباب الخريجين التجأوا إلى الشغل اللي فتح البيجات تكون خاصة بهم. Thank you.